في عندي كانت فقرة، وين هي المادة؟ معلش. الهلال اليوم وقع أبرم مجلس إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع وكالة إكس إليمنت لتصبح بموجبها الشريك الإبداعي للنادي، وتساهم من خلالها في تطوير الأعمال الإبداعية الرقمية وتكوين البنية الإعلامية للمنصات الرقمية والتسويق، وتصبح بموجبها الشريك الإبداعي الحصري المسؤول عن تطوير الهوية البصرية لنادي الهلال. أبرمت إدارة الهلال اتفاقية الشراكة مع وكالة إكس إليمنت لتصبح بموجبها شريكة الإبداعي للنادي، وتساهم إكس إليمنت من خلال تطويرها أعمال إبداعية رقمية وتكوين البنية الإعلانية للمنصات الرقمية للهلال. تنال الوكالة عددا من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية للنادي.